انت من ناشئين نادي طلائع الجيش ولحد دلوقتي لسه موجود، دي حاجه غريبه جدا أنا يعني. من 2007 في نادي طلائع الجيش، يمكن هو انا داخل في 14 15 سنه تقريبا، ف يعني الحمد لله يمكن من تاني سنه بالظبط لعبت ناشئين، تاني سنه طلعت مع الدرجه الاولى على طول مع الفيرست تيم، فمن ساعتها بقى وانا الحمد لله مع الفيرست تيم. فطبعا يعني دي ده حاجه انا مبسوط منها وفخور بيها ان انا منتمي لمؤسسه كبيره زي مؤسسه الجيش، فدي حاجه يعني الحمد لله ساعدتني كتير والنادي ساعدني كتير ان انا اوصل للمرحله دي الحمد لله طبعا. ف يعني حاجه بسطاني ان انا موجود في نادي الجيش، وزي ما قلت قبل كده برضو نادي الجيش ده خيره عليا، ويعني هو سبب في الحمد لله في اللي انا وصلت له، وبتمنى التوفيق طبعا للفرقه وللنادي والاداره، وبتمنى التوفيق لينا احنا كمان ان احنا نعمل حاجه كويسه زي ما دخلنا اول بطوله للنادي طلائع الجيش السنه دي اول السنه، فاتمنى ان شاء الله دي تبقى انطلاقه لينا باذن الله الفتره الجايه. من وجهه نظرك ايه سبب تغيير المدربين في الدوري المصري بشكل عام وفي طلائع الجيش كمان؟ والله بص، يمكن حته تغيير المدربين دي بتعتمد في المقام الاول على النتائج، وفي الاول في الاخر النتائج عباره عن توفيق، فوارد جدا ممكن يبقى مدرب اسم كبير وشخصيه محترمه جدا ومدرب كويس جدا لكن النتائج مش مساعده، فالقصه بالنسبه لنا هنا بتبقى محتاج ان انت تغير، احنا اتعودنا على كده غالبا، يعني هو يمكن الدوري عندنا كل اسبوعين ثلاثه تلاقي المدير فني مختلف، فهي طبعا حاجه انا شايفها ان دي حاجه مش كويسه، يعني انك تقعد تغير مدير فني كل فتره من الفترات دي حاجه مش كويسه، بالعكس انت لازم تستقر على مدير فني تبقى عندك مشروع معاه، ان انت عايز مثلا والله انا السنه دي عايز مثلا اقعد في الدوري، فهو يشتغل على اساس السنه اللي جايه ان شاء الله يبقى الطموح مختلف، ان انا خلاص طالما انا قعدت السنه دي في الدوري السنه اللي بعديها انافس على مراكز متقدمه. لكن تغيير المدرب مره ورا الثانيه ورا الثالثه بيعمل تذبذب وتوتر في المستوى، يعني ده طبيعي هيحصل لان الفكر فكر مدرب غير المدرب الثاني، فاللعيبه مش هتقدر تتعود على الفكر ده بطريقه بسرعه، فانا شايف ان هي السبب الاول والرئيسي بتبقى نتائج الفرقه، لو كويسه طبعا المدير الفني بيفضل مكمل، لما بيحصل اخفاق مره واثنين وثلاثه بتبقى الناس بتحس ان هي محتاجه تغيير، وفي نفس الوقت وارد جدا انك بعد ما تخسر ماتشين واثنين وثلاثه لو صبرت ماتش تكسب والدنيا تمشي، لكن هي القصة بتبقى زي ما قلت لك الناس الدوري صعب والماتش خسارة ماتش او ماتشين ورا بعض بتخليك في حتة بعيدة خالص عن الناس، فهي دي اللي بتخلي الناس تتسرع ان هي تغير المدرب. مين افضل مدرب اتدربت معاه؟ لا احسن مدرب انا يمكن انا في نادي الجيش مرنت مع مدربين كتير جدا، مدربين كلهم كبار جدا، يمكن احسن مدربين اتمرنت معاهم كابتن حلمي طولان طبعا وكابتن طارق العاشر وكابتن طلعت يوسف، بصراحة ثلاثة مدربين محترمين جدا وتعلمت منهم كتير جدا. مدرب أثر فيك بشكل شخصي، يعني كلنا عارفين مدربين أصلا هم المين، هم اللي بيأثروا على اللعيب نفسيا وبدنيا وكل حاجة، مدرب أنت حسيت إنك تألقت بشكل كبير معي؟ الكابتن سيد سويركي كمدرب حراس. كابتن سيد سويركي طبعا من المدربين اللي فرقوا معايا جدا. انا بقالي معاه بالظبط 3 4 5 سنين تقريبا بنشتغل مع بعض الحمد لله. الحمد لله في تطور وفي ثبات مستوى الحمد لله وفي انجازات بتحصل، فكابتن سيد من المدربين اللي فرقوا معايا جدا، وده اللي انا بقوله ان انت لما يبقى معاك كحارس مرمى حتى مدرب بيستمر معاك سنه واثنين وثلاثه انت خلاص بتطبع وبتاخد الطباع بتاعه الشخصيه اللي معاك، فبتقدر تتعامل معاه نفسيا وذهنيا وعصبيا وفنيا وكل حاجه، فده بيفيدك حته من الاستقرار دي بتفيدك جدا في الملعب، فكابتن سيد من المدربين المحترمين جدا اللي انا استفدت منهم كتير جدا طبعا.